في معامل مهم جدا بيسموه تمام الكوريليتد كولر تمبريتشر، اللي هو بيسموه سي سي تي. احفظ الكلمه دي كويس جدا، لازم تبقى عارف ان في اي لمبه اصلا تمام بيبقى لها الكوريليتد كولر تمبريتشر، درجه حراره اللون. هناخدها في الشرح بالتفصيل دلوقتي. الكوريليتد كولر تمبريتشر دي بتوضح ايه؟ الريلاتيف كولر ابيرنس من ناحيه نو لون اللمبه، لون الضوء اللي هيطلع. هل اللون ده ابيض بيسموه ابيض نهاري او ابيض ساطع، ولا هو رايح للاصفر؟ وبالتالي هو كاتب لك في الكتالوج اهو ذا ريلاتيف كولر ابيرنس اوف وايت لايت سورس، وايت لايت اللي هو الضوء الابيض، وبيبقى 4000 كلفن تقريبا، فروم يولو وايت تمام درجه اللون اللي هو المسفر، اللي هو احنا بنسميه الورم. وبيبقى الرقم بتاعه خلي بالك الكهنه صغيره، هتلاقيها مثلا اقل من 3000 كلفن، الى الكول اللي هو بيسموه اللون البارد تمام، وده بيبقى اكبر من 5000 كلفن. اللون النهاري بيبقى 4000 كلفن اللي هو الابيض العادي بتاعنا تشتغل منه. فعندي correlated color temperature. يبقى لو حد سالك ايه السي سي تي اللي موجوده في الاناره، تقول له السي سي تي معناها correlated color temperature. والcorrelated color temperature دي عباره عن ايه من الاخر؟ حاجه بتقاس بالكلفن اللي هي بيسموها درجه حراره اللون. هل اللون ده بارد اللي هو الكول، ولا اللون ده وورم يعني الوان دافيه؟ وده بيفرق. خلي بالك الوورم هتلاقي درجه الكلفن بتاعها اقل من 3000، اللي اعلى من 5000 بنسميها كول. بعد كده في عندي الوايت اللي هو الابيض، ده بيبقى 4000. ودي مهمه جدا، ما تروحش انت تروح تشتري مثلا مجموعه كشافات هتحطها في قاعه مثلا، والراجل اللي اعتمد ده المهندس الاستشاري، يمكن حصلت مع بعض الناس اللي كنت بديهم كورسات، قال لي والله انا بعد ما اعتمدت ما كنتش واخد بالي من موضوع الكلفن، لما جينا ركبنا الكشاف في الموقع لقيته مصفر شويه وانا كنت عايزه ابيض. لا يا حبيبي، انت لازم تاخد بالك في حاجه اسمها correlated color temperature. خلاص؟ طيب السلايد دي مهمه جدا يا شباب، السلايد دي في غايه الاهميه، الحته دي مهمه جدا. شايف كده اللي هي اللامب كولر اللي احنا قلنا مهم جدا وانت بتشتري اللمبه، تبص على درجه حراره اللون، مهم جدا في الاناره تعرف درجه حراره اللون. خلي بالك من 1000 كلفن لحد 10000 كلفن. لو انت رايح لكلفن اقل، خلي بالك اللون بيبقى، الناس متخيله العكس، اللون الاصفر او الاحمر الكلفن بتاعه عالي. لا، خلي بالك الكلفن الطبيعي بتاعنا اللي هو الوايت اللي هو 4000 كلفن، ده بيدي لك وايت. كل ما بتقل بالكلفن بيروح للورم وايت، يعني بيروح للورم، الورم اللي هو 3000 مثلا تمام. 3000 يبقى انت ايه، نزلت لتحت اهو، يبقى انت رايح لمين؟ للاصفر شويه، رايح لليولو اصفر 2000 1000 طبعا اللي هو الدرجه المحمره بتاعت التمبريتشر. فلما يكون الرقم صغير بتروح ناحيه الاصفر والاصفر المحمر اللي هو بيسموه كولر ابيرنس، اللي هو اللون بتاعه او المظهر بتاعه بيبقى يلو اصفر. يبقى لما يكون الكشاف الرقم اللي لانه مش هيقول لك هو هناك اصفر ولا ازرق، هيقول لك مثلا كشاف 3000 كلفن. 3000 كلفن دي معناها وورم وايت، وورم وايت يعني ابيض دافي. في الحته دي شايف الحته دي هو ابيض بس مصفر حاجه بسيطه. لما تيجي تركب الكشافات انت في الموقع عندك، ياه ده اللون طالع مصفر، انا كنت عايزه ابيض نهاري، ابيض زي النور بتاع النهار كده، ابيض صافي اللي هو 4000. يقول لك لا يا حبيبي انت غلطت كمهندس، سواء كان انت المقاول الاستشاري. طيب لو انا رحت لدرجات اكبر زي الكول وايت، بتبدا مثلا من 4000 كلفن او 4200 6500 تمام، ده بيسموه كول اللي هو زي الدي لايت اللي هو اللون اللي داخل على ابيض مزرق اللي هو 4500، كانك انت شكل الغيوم كده والنهار، ده بيسموه داي لايت 4000. بس الابيض ابيض الفيصل بتاعنا، معظم الكشافات اللي بتشتغل في الانترنال لايتنج غالبا بتبقى 4000 ايه كلفن. لو الرقم اكبر يبقى انت داخل على اللون اللي بيسموه الكول وايت، او داخل على اللون الداي لايت، يعني داخل على اللون الازرق شويه. لو انت قلت بالكلفن يبقى داخل على اللون الاصفر او الاصفر المحمر. وده يوضح لك الكلام، ادي الورم وايت
وورم، احنا قلنا وورم وايت 3000 كلفن يعني داخل على اللون المصفر. لو انت ركبت حاجات كده عندك في البيت يقول لك والله اللون ده مصفر، ينفع في المطاعم يعني؟ ما ينفعش، انت مش بتذاكر في المطعم مثلا، عايز يعني لون يدي لك تمام، لون دافي بيسموه وورم وايت، تمام، تحس ان انت كده قاعد قاعده رومانسيه زي ما بيقول لك، يدي لك لون دافي، لون كده ايه اصفر شويه او مصفر شويه، بينفع في المطاعم وال الهولز بتاعت الفنادق وممكن الاماكن الداخليه. اما انا والله في اماكن عايزها ضوء نهاري ابيض ابيض ناتشورال ب 4000 كلفن، في حاجات عايزها تروح للون الازرق شويه، يبقى هزود مثلا اجيب مثلا 600 و 6500 كلفن وهكذا. يبقى السلايد دي مهمه جدا، اللي هي اللامب كلر. اللامب كلر بتديني الكلر مين؟ تمبريتشر، وتقاس بالكلفن. وادي المؤشر ده مهم جدا بالنسبه لك عشان تعرف ايه الفرق بين الورم وايت والكول وايت. لما حد يقول لك ده ورم وايت، ده لون دافي ابيض دافي ولا